أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام نتابع القصة البسيطة باللغة العربية وقصتنا الجديدة هي اسمها حار وبارد حار وبارد ذهب طارق وغنى لمشاهدة حيوانات في الحديقة ذهب طارق وغنى لمشاهدة الحيوانات الحيوانات في الحديقة وتأتي بعض الحيوانات من الأماكن الحارة كهذا الجمل تأتي نعم تأتي بعض الحيوانات من الأماكن الحارة كهذا الجمل وتحب أخرى الأماكن الباردة كهذه الفقمة وتحب أخرى الأماكن الباردة كهذه الفقمة غنى وطارق يرغبان في رؤيتها جميعا غنى وطارق يرغبان يرغبان في في رؤيتها جميعا حار حار ما معنى حار ما معنى حار الشمس حارة اليوم الشمس حارة اليوم غنى وطارق يقفان تحت أشعة الشمس غنى وطارق يقفان يقفان تحت أشعة الشمس إنها تشعرهما بالحر إنها تشعرهما إنها تشعرهما بالحر الشمس حارة جدا بالنسبه لغنا ولكن ليس بالنسبه للجمال الشمس الشمس حارة جدا بالنسبه لغنا ولكن بالنسبه بالنسبه ليس ليس بالنسبه للجمال تعيش الجمال في صحراء تعيش الجمال في الصحراء وهي تستطيع ان تقف في الشمس طوال النهار وهي تستطيع ان تقف ان تقف في الشمس طوال طوال النهار بارد بارد نعم بارد ما معنى بارد ما معنى بارد نعمل هنا كلمة رش، المياه باردة جدا المياه باردة جدا جعلت طارقا يرتجف المياه مياه جمع ماء مياه باردة جدا وجعلت جعلت طارقا يرتجف إذا إذا قبلنا كلمة طارق فاعلا يجب طارق لا بد يعني طارق ولكن إذا قبلنا الفاعل مياه مياه إذا معنى تترت لكن الفقمة تحب تحبها لكن الفقمة تحبها إذا قفزت إلى البحر في يوم حار فتشعر أنه بارد جدا إذا قفزت قفزت إلى البحر إلى البحر في يوم حار في يوم حار فتشعر أنه أنه بارد بارد جدا الشعور بالدفء، الشعور بالدفء، ما معنى دافئ؟ ما معنى دافئ؟ الدفء هو الحرارة القليلة، الدفء هو الحرارة القليلة، يجلس طارق في الشمس ليشعر بالدفء، وهكذا يفعل التمساح، نعم يجلس يجلس طارق. في الشمس ليشعر بالدفء بالدفء وهكذا وهكذا يفعل التمساح وهنا لهذا الثعلب فروة تبقيه دافئا في الشتاء لهذا لهذا الثعلب فروة فروة تبقيه تبقيه دافئا في الشتاء لي غنى وطارق أيضا معاطف شتوية تدفيهما أثناء البرد لي غنى لي غنى وطارق نعم لي وطارق أيضا أيضا معاطف معاطف شتوية شتوية تدفيهما تدفيهما أثناء البارد. اثناء البرد وما معنى البرودة الشعور بالبرودة ما معنى البرودة ما معنى البرودة البرودة هي القليل من البرد البرودة هي القليل من البرد عندما تشعر أفراس النهر بالكثير من الدفي فإنها تتبرد في الماء نعم عندما تشعر عندما تشعر أفراس النهر أفراس النهر بالكثير من الدفء بالكثير من الدفء فإنها فإنها تتبرد في الماء تتبرد تتبرد في الماء اللي تتبرد أنت أيضا لتتبرد أنت أيضا teteberrede ente eyden bi imkani kes sibaha fil havdi bi imkani imkani fil haudi havdi e, ennar nam ennar ma maana harin e, cidden e, ma maana harin cidden ennar cidden ennar harratun ve tarık yekulanin النقانقة نقانقة المشوية على النار نعم غنى وطارق يأكلان النقانقة النقانقة المشوية على النار وعندما تصبح الصخور الصلبة حارة جدا نعم عندما عندما تصبح الصخور الصلبة حارة جدا فإنها تذوب فإنها تذوب وتصبح حمراء تتوهج كالنار نعم فإنها تذوب تذوب معنى هي وتصبح وتصبح حمراء حمراء تتوهج كالنار. نعم الجليد الجليد الثلج ما معنى بارد جدا عندما تصبح الماء باردة جدا فإنها تتحول إلى جليد يعني ثلج عندما تصبح الماء باردة باردة جدا فإنها تتحول إلى جليد جليد أو ثلج. Ve indema yesunu thalju ytpawlu ilaa ma kema kane. Ve indema indema yesunu thalju ytpawlu ilaa ma in kema kane. Buyutul n'am buyutul batrik bari cidden. Buyutul batrik bari cidden. Yegishul batrik ala gelit ve yespahu fil miyah thaljye. يعيش البطريق على الجليد على الجليد ويسبح في المياه الثلجية ودافئ ورطب دافئ دافئ ورطب داخل الغابات الاستوائية دافئ ورطب نعم داخل الغابات الإستوائية دافئ ورطب قطرات الماء تتساقط من الأشجار والأزهار قطرات الماء تتساقط من الأشجار والأزهار والطيور المبتهجة تغرد و الطيور المبتهجة مبتهجة, مبتهجة تغردو أما قريب ستشعر غنا وطارق أيضا بالدفء والرطوبة أما قريب ستشعر غنا وطارق أيضا بالدفء والرطوبة نعم الرياح هل هناك شيء بارد وجاف هل هناك هل هناك شيء بارد وجاف تهب الرياح فيشعر طارق وغنى بالبرودة نعم تهب الرياح تهب الرياح فيشعر طارق وغنى بالبرودة بالبرودة أما في الداخل فالمروحة الكهربائية تحرك الهواء أما في الداخل فالمروحة المروحة الكهربائية تحرك الهواء الرياح تجفف الأشياء أيضا هذه المناشف الرطبة تجف في الهواء الرياح تجفف الأشياء الأشياء أيضا هذه المناشف هذه المناشف الرطبة تجف في الهواء معتدل معتدل يا له من من نهار الجو حار هنا يا له من نهار الجو الجو حار هنا بينما بيوت البتريك بارده اما الغابه الاستوائيه فدافئه ورطبه والريح فيها تشعرك بالانتعاش والبروده أه نعم بينما بيوت البتريك بيوت البتريك بارده بارده اما الغابات غابه الاستوائيه غابه الاستوائيه فدافئه ورطبه فدائفة ورطبة: والريح فيها تشعرك بالانتعاش. انتعاش والبرودة. جلست غنى وطارق تحت ظل شجرة ضخمة. نعم جلست غنى وطارق تحت تحت ظل شجرة ضخمة. حيث الجو لا حار ولا بارد إنه معتدل حيث الجو لا حار ولا بارد إنه معتدل نعم ما هي بعض الكلمات عن الحرارة ما هي نعم بعض الكلمات عن الحرارة حار بارد دافئ منعش منعش e, müslicun, müslicun. E, Nam inne kebadul eşyail vel baride. Es sahra, es sahra. El müthellecat, el müthellecat. En nar, e, bir ketus sibaha, bir ketus sibaha eşşems. Hel tastati'u kitabete kıssatın müsta'inen bihadihil kelimat. هل تستطيع كتابة كتابة قصة كتابة قصة قصة مستعينا بهذه الكلمات هل تعلم هل تعلم ان الاشياء تتغير بسبب الحرارة والبرودة نعم ان الاشياء تتحول تتغير بسبب الحرارة والبرودة انظر ماذا يحدث للماء انظر ماذا يحدث للماء عندما تصبح المياه بارده جدا تتحول الى ثلج وجليد عندما تصبح مياهه مياهه بارده جدا تتحول الى ثلج وجليد وعندما تصبح المياه حاره جدا فانها تغلي ثم تتحول الى بخار وعندما تصبح المياه حاره نعم حاره جدا فانها تغلي تغلي ثم تتحول الى بخار وقد انتهت هذه القصه هنا Nam ile lika inşallah. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.